الاحتلام في رمضان. الاحتلام في رمضان هذا لا يبطل الصيام إذا كان الرجل يعني أن الاحتلام ليس له علاقة يعني بالصيام، لأن الرجل إذا كان هذا الشاب أصبح محتلما فلا بأس عليه أنه يغتسل ولا بأس عليه، كما أن الرجل حينما يكون مع زوجته في الفراش في رمضان في الليل ثم بعد ذلك في الصباح يغتسل، هل هذا الرجل الذي جامع الزوجة دياله في رمضان يعني بالليل واش أصبح فاطر؟ لا، أن هذا الاحتلام ليس له علاقة يعني بالصيام. أما إذا خرج المني نهارا نهارا لا بشهوة أو بغير شهوة فهذا يجب عليه الإفطار، هذا أفطر يجب عليه، إذا كان بشهوة فيجب عليه القضاء، إذا لم يكن بشهوة نزل بنهار وهو فاطر فهذا يعيد يعني لزمه يعني القضاء. والحمد لله رب العالمين.